اي وينكم خير؟ بالله نسالكم سؤال توا، احبات الترجي ولا الكلوب ولا الاتوال ولا تحبوا انتم؟ انا الزب ورم الكره واللي خلق ربها. توا كل قلعتوا الكراسي ونقتلوا امهم، وجات الفيفا ولا شو اسم زب ورمها قالت كلام تلعب شوي رادس الى ما يكون موجود كراسي فيها. وتوا الإدارة معناتها متاع الترجي ولا متاع أي فريق تحسب بالحكومة، هيا كيفاش ورجعونا الكراسي، راهي فريق متاعي يمثل تونس بكل يوزب يا الأولاد. واللي نشي نيكو تو تدخل شيخ على روحك وبرا مشي روح، تتقلع في الكراسي وزبد اجي يقول لي ضربني بكراه بالغاز وبروفوكاني وزبت يريد نايك بروفوكاتي. مشيت انا 20,000 مرة دربيات ومشيت السبي راهو المنصب بلع للي خلقه، وخاصة كي فما مقابلة في الليل تتلعب بالدخان راهو تكوش عليه سحاب طالع زبي حداك الواحد وبقى حتى شي يا زبي، هم لو لقى حتى شي من فروق صغار احتمل تعيش حجر على مجازان ومروح قسم. شنو الحالة اليوم؟ مانيش فاهم حتى شي. جاي تسجع ولا تخرب؟ شكون بعث ربك؟ شكون بعثك يا زبي؟ هاو تناكو احنا يا زبي، هاو نوليو نتحسبو يا زبي. الفيفا تبطلوا رب الكرة متاع زبي، نا زب ورم الكرة خي مربوطة بزب ورم الجروبات. شنو الحالة متاع زبي؟ واحد شي يربح بالعنف يا زلمة، أنا إيش نربحو بالعنف؟ يلعب بالكورة يا زلمة، حتى بموسيقى كلاسيك متاع بيتهوفن ولا زبي نجم تربح بارتي قوي في البوق، فهمت؟ نا 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 وتنجم تماركي وزبي كي عندك حاجة في 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 رب ساقيك. نيك دبوسة الأربيت نيك سي زبي فماشي ما تفشو فماشي ما يحن عليك ولا زبي يحن عليك للزبي، حط كرة في الشبكة مرتين ثلاثة أربعة كي نحيهم لك الأربعة وقت إني كذبح زب ورم القعبة ونا زب ورم الرياضة متاع الزبي. يا خويا اللي شاع النار ما يقولش منين دخان وبعده الزبي يا خويا، فهمت؟ لا فروي زبي ولا فروي طنانتي. أي